جديد برحب بيكم وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين في لقاءاتنا مع نجوم وملكات كرة السلة طبعا بعد فوزهم ببطولة كأس مصر. ومعي بقى في هذه اللحظات واحدة من نجوم طبعا الفريق الأول لكرة السلة سيدات، تمارا نادر السيد. ده طبعا بقول لك ألف مبروك الفوز بالبطولة، كانت مباراة صعبة جدا الحقيقة، لكن في النهاية قدرتوا تحسموها لصالحكم وتفوزوا أكيد بكأس مصر. طبعا انا بشكر ربنا طبعا عشان كل ده بتعب ربنا علينا، واحنا في الاول وفي الاخر لعبنا بشخصيه نادي الاهلي. احنا حتى قبل ما نخش الماتش كنا بنتكلم ان دايما الفريق الكبير هو فريق شخصيه نادي الاهلي، واحنا كل اللي عملناه ان احنا لعبنا بشخصيه فعلا نادي الاهلي وعملنا اللي علينا وتعبنا قوي الفتره اللي فاتت. الحمد لله ربنا كرمنا وان شاء الله عقبال الدوري يا رب. يعني تمارا انت قلتي كلمه مهمه جدا، انت يمكن ده اول سيزون ليكي مع الفريق، دخلتي فيه وفي الاجواء بصوره كبيره جدا، فعايزاكي تكلميني اكتر. الف مبروك يا نادي. الحمد لله الحمد لله بجد على الفوز. دي النجمه الصاعده بتاعتنا تمارا نادر السيد، يمكن من اصغر الناس في الفرقه بس يعني صراحه عامله معانا دور كويس قوي وشايلانا يمكن في اكتر من بوزيشن، والحمد لله يعني دي ده مستقبل النادي الاهلي فعلا. يعني لسه كنت بقولها ان هي دخلت بسرعه قوي في اجواء النادي الاهلي وروح النادي الاهلي وبقت بتمتلك شخصيه النادي الاهلي. دي حقيقه الصراحه تمر عشان شخصيه كمان ذكيه في الملعب، يعني قدرت ان هي تندمج معانا بسرعه جدا. طبعا حاولنا نحتضنها، دي اختي الصغيره بجد في الملعب وبره الملعب، فالحمد لله يعني. ولسه دي فعلا مستقبل النادي الاهلي يعني. اكيد بقول لكم الف مبروك، عايزاكم تقولوا كلمه سريعه جدا للجماهير عشان عارفه اكيد هتروحوا التتويج حالا. بنوعدهم بالدوري ومستنيينكم تملوا المدرجات دي كلها. ثانك يو. بنوعدهم بالدوري وان شاء الله هنعمل اللي علينا. الف مبروك. مبروك يا مبروك. يعني طبعا دي كانت لقاءاتي مع ملكات كره السله نادين السلعاوي وكمان اكيد تمارا نادر السيد، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا.